وحية من تلفزيون المستقبل وفيها. بيكون في نوايا مبيتة عند البعض لتأجيل أو تطير الانتخابات النيابية. الانتخابات عنوان جديد للاشتباك السياسي بين بعبدة وعين التينة. بده يضغطوا على المواطنين، بده يعرف مين اللي عم بيصوت وكيف عم بيصوت. استقرار اللي ارسل رئيس شعب الحريري بالبلد هو اللي بدنا نحافظ عليه. احمد الحريري يعلن عن عنوان معركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المقبلة. رغم القمع، الإيرانيون يواصلون الاحتجاجات ومطالبة دولية بمحاكمة المسؤولين عن وفاة المعتقلين. صباح الخير. ينعقد مجلس الوزراء اليوم في السراي الحكومي فيما يستمر السجال بين بعبدة وعين التينة، فبعد مرسوم ترقية الضباط دخل ملف قديم جديد على خط هذا السجال، وهو إدخال بعض الإصلاحات على قانون الانتخاب. تقرير مها ظاهر. يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء الانتخابات في موعدها، فبالنسبة إليه فإن مع عودة الحديث عن اعتماد بعض الإصلاحات الواردة في قانون الانتخاب تبيت خلفها نوايا أقلها إرجاء الاستحقاق. من هنا جزم الرئيس بري خلال لقاء الأربعاء النيابي أن محاولات البعض طرح بعض الإشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق. ما يحكى عن بعض التعديلات، أليس هنالك إمكانية اليوم لإجراء أي تعديلات؟ في موضوع الميجا سنتر تحديدا يقول الرئيس بري أنه كان أول من طالب بالتسجيل المسبق، في حين كان البعض ممن يطالبون به اليوم أشد المعارضين لهذا الموضوع، وقال أن مثل هذه التعديلات اليوم تفتح الباب للإطاحة بالقانون وبالتالي تطير الانتخابات، وهذا ما لن نسمح به أبدا. من حوالي 26 يوم عدت طرحت هذه المسألة، وكان وزير الداخلية بصفته الوزارة المعنية بهذا الموضوع كان طالب دراسة من قبل الوزارة، وتبين أنه هناك صعوبة أو استحالة في إقامة الميجا سنترز، وأنه هذا بيتطلب أيضا على الأقل إجراء 11 تعديل في قانون الانتخابات النيابية. لما بدك تفتح المجال على التعديلات وربما تفتح على تعديلات أخرى، معنى ذلك ربما عم بقول بيكون في نوايا مبيتة عند البعض لتأجيل أو تطير الانتخابات النيابية. فعلى ذلك أنه القانون الانتخابات اللي استغرق أكثر من 10 سنوات من النقاش بين المكونات السياسية وكان عبارة عن تسوية لحتى اللي طلع هذا القانون، وهو بشهادة الجميع أما أسوأ الممكن أو أفضل الممكن، أي تعديل بقاربه بعد انتهاء المهل اللي حكينا عنها كليتنا ممكن يؤدي إلى نسف الانتخابات وبالتالي تطير الانتخابات النيابية. إشكالية قانون الانتخاب أتت لترخي بظلها على عين التينة، في حين لم يغب بعد ظل مرسوم الضباط، وهنا يقول الرئيس بري أنه لا زال في موقع المتلقي، لأنه سبق وقدم ربما أكثر من اقتراح في هذا الإطار، حتى الآن لم نسمع شيئا جديدا حول هذا الموضوع. بالقانون تقدري تغمضي عين تفتحي عين، ولكن بالدستور عيونك التنتين بدهم يبقوا مفتحين. مع انحسار الحلول على خط الإشكالات بين عين التينة وبعبدة، تبتعد المسافة بين الرئاستين الأولى والثانية، وفي حين تغيب الحلول في الأفق يبقى الكباش سيد الموقف. التعديلات الإصلاحية المقترحة ولدت اصطفافا سياسيا جديدا. تقرير نهد يوسف. ظن اللبنانيون أنهم انتهوا من ضجة المناكفات مع إقرار قانون جديد للانتخابات، ولكن عود على بدء، فحلبة المناكفات اشتعلت من جديد عبر اصطفاف سياسي إصلاحي جديد. فعلى الضفة الأولى يقف تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مع التشدد على ضرورة اعتماد الميجا سنتر، وهي إحدى الإصلاحات التي تسمح للبنانيين بالاقتراع في مكان سكنهم، وعلى المطالبة بتمديد مهلة تسجيل المغتربين. فيما يقف على الضفة الأخرى حزب الله وحركة أمل مع رفضهما الإجراءين على قاعدة أن الوقت لم يعد يسمح لإنجازهما
تقنيا. ما بنتصور انه عمليه الميجا سنتر اللي عم نحكي عنه انها تكون عمليه مستحيله او صعبه او الوقت دهمنا. ما في اراده لا اكثر ولا اقل. ليش ما في اراده؟ ما بعرف شو في بنفسي عقوب بهالموضوع هيدا، يعني انه بالنتيجه يلي عم بيقولوا لا، مثل كأنه هني بيريدوا أنه بالواقع أنه ما يجي كتير مواطنين ويصوتوا لحتى يحافظوا إذا بدك على المستويات يلي من خلالها انتخبوا بالمرات السابقة، ولو كانوا نحن على قانون انتخاب جديد اليوم. كتر خيرهم أنه قبلوا أنه المغتربين بالقليل، لأنه هالقد وهالقد نحن طلبنا أنه كمان التمديد، لأنه على 90,000 كنا نحن بننتظر أنه يكونوا 400,000 و500,000 بس، ولكن كمان رفضوها. يتم القانون قبل أن ينفذ، فعدد كبير من الإصلاحات التي فاخر بها السياسيون أزيحت. صدقنا أنه في انتخابات على قانون انتخابات جديد ويعتمد عدم الزعبرة. عدم الزعبرة، طب شو بدهم؟ يعني أنه بدهم ضروري بده يضغطوا على المواطنين، بدهم يعرف مين اللي عم بيصوت وكيف عم بيصوت. أنه لا لا، يعني بدهم يسحبوا له حريته للمواطن من التصويت، بدهم يضغطوا عليه، يعني طب ليه؟ ومع تبادل الاتهامات بين الفريقين، ماذا حل بالإصلاحات؟ هلا الأمور جمدت ولا بل وقفت، أنا فيني أقول، وهيئة طرحين على الانتخابات حسب القانون طبعا الجديد، بس ولكن بدون إصلاحات عملية بقلب القانون. بس بالقليل يعدل القانون أحسن ما يصير فيه طعم بعدين، لأنه موضوع البطاقة البيومترية واردة بالقانون. أوكي، أحسن ما يطلع حدا بكرة ويطعن ويطير الانتخابات كمان من بعد ما نكون عملنا عناء، إلا إذا كانوا كمان بنفس يعقوب هو ذاته عم يفكروا التفكير هيدا ايه انه بتطعن فيها. دوامة يحلق فيها المواطن غير عارف ماذا ينتظره، الا ما يسمعه من تكرار السياسيين لجملة لن يتم تطيير الانتخابات. أمل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة مجالا للتلاقي، وقال أن الحزب الاشتراكي منفتح على جميع القوى. وبشأن أزمة مرسوم ترقية الضباط، كشف جنبلاط أن الرئيس نبيه بري أرسل إليه مشروع حل وهو سيقدمه إلى الرئيس سعد الحريري كمسعى للخروج من الأزمة. ما كان في زوم له المرسوم هذا واحد. أما وقد خرج هذا المرسوم، ما في لزوم لعزل الرئيس بري، بس ومن خلاله عبتعزلي طائفة كبيرة. بعث لي الرئيس بري مشروع حل من خلال الوزير، من خلال النائب وائل أبو فاو، راح يقدم وائل للشيخ سعد الحريري. وافق الشيخ سعد كان به، لم يوافق احنا ما نعلم. فينا نسألك شو هو هذا المشروع؟ مشروع حل في مكان ما تعود الأمور إلى دستوريتها، يعني بيمضي الوزير تعود علي الأمور حسن. هذا مجمل الأمر، نعم، خلي الانتخابات تكون مفتوحة لأي تلاقي، إذا في تلاقي، إذا في رغبة لكل الناس يلتقوا أهلا وسهلا، ما في تلاقي خلت ياخذ مجراه رايحة واثنين وثلاثة. من صيدا جدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري تأكيده أن التيار سيخوض الانتخابات على أساس ضرورة المحافظة على الاستقرار الذي أرساه الرئيس سعد الحريري. قال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إن الأزمة التي شهدها لبنان قبل رأس السنة أظهرت أن هناك ركنا أساسيا في البلد اسمه سعد الحريري يحمي ويحافظ على ميزان الاستقرار في البلد، وهذه هي القوة التي لدينا والتي يجب علينا أن نحافظ عليها. كلام الحريري جاء خلال لقاء شعبي دعت إليه السيدة عطاف الحريري وولداها فخر الدين وغسان أرناؤوط في منزل العائلة في حي الست نفيسة في صيدا، وشارك فيه حشد كبير من أبناء وقاطني الحي. هنخوض هيدي الانتخابات بعنوان أساسي أنه الاستقرار اللي أرساه الرئيس سعد الحريري بالبلد هو اللي بدنا نحافظ عليه. فينا نضلنا نصرخ وفينا نضلنا نعيط وفينا نضلنا نعمل وفينا نضلنا نسب من هون ونعلي صوتنا، بس والنتيجة بتأثروا أنتوا، تأثر المحل اللي فاتحه، تأثر المصلحة اللي فاتحها، العمل الدؤوب، تأثر الجو العام تبع الناس. أنا واجبي كمسؤول عن أو اختارتني الناس كتيار سياسي، اختارتني الناس كون مسؤول عنها إني أمن مصالحها، مش أمن مصلحتي الذاتية بس. أكيد نحن مرقنا بظروف صعبة كتير، حاولوا كتير
يلغوا هذا الخط ويلغوا هذا التيار. قتلوا رئيس حريري الله يرحمه، ولكن ما قدروا يشيلوا هذه الفكرة من جيل عاش مع رفيق الحريري ومن أجيال أجد من بعد رئيس شهيد رفيق الحريري. فمن هذا المنطلق بدنا نقول انه نحن بدنا نشد الهمه. ثم كانت مداخلات من المختار بعصيري ومن عدد من الحضور وحوار بينهم وبين الحريري حول شؤون الساعه واوضاع المدينه حياتيا وبيئيا. بعد الفاصل تتابعون. الجراح يعلن موعد اطلاق مشروع توسعه الانترنت. أهلا بكم من جديد. زار النائب إبراهيم كنعان معراب مساء أمس والتقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وفي السياق قالت مصادر القوات للجمهورية أن هذا اللقاء هو جزء من حركة لإعادة ترتيب العلاقة القواتية العونية بعد فترة التوتر التي شهدتها ومعالجة الاختلافات ضمن قنوات التواصل المفتوحة بين الطرفين. ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الأوضاع الاقتصادية، حضره الوزراء المعنيون. وزير الاقتصاد رائد خوري لفت إلى أن البحث تناول خطة ماكنزي وألية العمل فيها لتقوية القطاعات المنتجة كافة. وقد تطرق البحث أيضا إلى الخطة الاستثمارية التي تعدها الحكومة لعرضها أمام مؤتمر دعم الاقتصاد الذي سيعقد في باريس للحصول على قروض مدعومة وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية. أعلن وزير الاتصالات جمال الجراح إطلاق مشروع توسعة 3G في كل المناطق اللبنانية في 15 من شباط المقبل. الجراح كان يتحدث خلال افتتاحه سنترالات عدة في البقاع. من شتورة استهل وزير الاتصالات جمال الجراح جولته على مراكز الهاتف في شتورة والبقاع الغربي. الجراح تطرق لخطته التي تهدف إلى توسعة السنترالات وتقوية الإنترنت. نحن قادمين على مرحلة توسيع السنترالات، وبالتالي الناس بدها تيجي تطلب خطوط إضافية وبدها تطلب خدمة الدي اس ال إن شاء الله اللي حتكون متوفرة بأقرب وقت للمواطنين، حتى نسهل كل هاي الأمور على الناس وتكون الوزارة قريبة لإلهم وتكون أجروا بخدمتها. الجراح انتقل إلى غزة حيث افتتح سنترالا وتحدث عن أهمية المشروع، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن البقاع الشرقي كذلك سيتمتع بأسرع خدمة إنترنت في أقرب وقت ممكن. حنوسع السنترال بقدرة 1000 خط إضافي لحتى كل مواطن بحاجة لخط يقدر ياخده، وإن شاء الله بوقت قريب. عملية تغيير السنترالات بكل لبنان بدأت إن شاء الله، وحيتوفر عنا بكل لبنان 100,000 خط إضافي. طبعا منطقة البقاع راح يكون عندها نصيب من هذه الخطوط الإضافية. جولة وزير الاتصالات شملت كذلك بلدات جبجنين والقرعون ومشغرة وصغبين، ولم تغب السياسة عن أسئلة الصحفيين. وقد أكد الجراح أن الانتخابات في موعدها ووفق القانون الجديد إذا لم يحصل تعديل للقانون في مجلس النواب. ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على الوزير السابق أشرف ريفي لاتهامه القوى الأمنية بالتعرض لمرافقه عمر البحر. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لفتت إلى أن ليلة الثلاثاء ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تعرض عمر البحر لإطلاق نار في محلة الملعب البلدي، ما أحدث بلبلة في مدينة طرابلس. ولفت بيان الأمن الداخلي إلى أنه على الفور بشر بإجراء التحقيقات الفورية، وتم الاتصال بعمر البحر مرات عدة بناء لإشارة القضاء المختص، وطلب إليه الحضور للإدعاء وأحضار السيارة للكشف عليها وأعطاء تفاصيل حول ما حصل معه، إلا أنه رفض الحضور. وقد طوبعت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة من قبل قطعات قوى الأمن الداخلي المختصة وعلى رأسها شعبة المعلومات، وكانت النتيجة عدم التوصل إلى أي معطيات تثبت صحة ادعاء عمر البحر. وأفادت المديرية العامة إلى أن صباح الأربعاء تمت معاودة الاتصال بالبحر
إلا أنه رفض الحضور أيضا. ورد البيان على كلام للواء أشرف ريفي تضمن اتهامات بحق رئيس فرع معلومات الشمال بأنه قام بتهديد البحر بالقتل عبر أحد أقارب ريفي. وأشار البيان إلى أن المديرية العامة تستغرب صدور بيان كهذا عن مدير عام سابق لقوى الأمن الداخلي، والذي يذكرنا يوميا بإنجازاته الأمنية الباهرة ويقع في فخ لا يقع فيه الهواة في مجال الأمن. فإذا كان مقتنعا بما أصدره في بيانه فكان من الأولى به الإعاز لمناصره الوفي بالادعاء فورا حرصا على مصداقيته فيما أعلنه. فمن غير المنطقي ما نقل عنه أيضا بأن البحر سوف يقوم بالادعاء ضد مجهول معروف سبق لريفي أن اتهمه مباشرة. وهنا يبرز واضحا من دون أي لبس مدى المأزق الذي وضع ريفي نفسه به أو وضعه البحر فيه. فما الحاجة إلى الادعاء الخميس ورفض الادعاء الفوري، ما يؤكد الاحتراف الأمني العالي الذي ما فتئ ريفي يتغنى به واضعا نفسه في موقف مستغرب أمام رأي العام. وشدد البيان على أن المعطيات المتوافرة لقوى الأمن الداخلي حتى الآن تشير إلى أن حادثة إطلاق النار مفبركة ومفتعلة على خلفية خوف عمر البحر من وضعه تعليق مسيء لرئيس فرع معلومات الشمال على تطبيق فيسبوك قبل يوم من الحادث ما حدا به الاختلاق موضوع إطلاق النار على سيارته من مسدس حربي. بعد الفصل تتابعون. من المسؤول عن الهجمات على قاعدة حميميم الروسية؟ طالب البيت الأبيض إيران بالإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية. هذا وواصل أهالي المعتقلين في سجن إيفين احتجاجهم أمام السجن الذي توفي بداخله شاب جراء التعذيب، في وقت دعت منظمة العفو الدولية طهران بالتحقيق في تقارير تحدثت عن مقتل 5 معتقلين. لليوم الثالث على التوالي لم تتوقف التظاهرات أمام سجن إيفين ذي صيت السيء بعد وفاة معتقل تحت التعذيب على يد الحرس الثوري، وهو ما أكده النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي وسط تحذيرات من تكرار أحداث سجن كهريزك عام 2009 ومقتل 4 متظاهرين بداخله. أهالي المعتقلين الذين يصرون على إطلاق سراح أبنائهم المسجونين بتهمة التظاهر في شوارع طهران تعرضهم الآخرين إلى قمع قوات الأمن التي حاولت تفريقهم من أمام أبواب السجن. ومع استمرار حملة الاعتقالات بحق آلاف المتظاهرين وصل عدد القتلى تحت التعذيب إلى 5 أشخاص، مما استدعى من منظمة العفو الدولية الطلب من إيران بالتحقيق في هذه التقارير واتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك وحماية المعتقلين. وتشهد العاصمة باريس تظاهرات تضامنية من قبل المعارضة الإيرانية وناشطين حقوقيين احتجاجا على قمع التظاهرات، فيما من المقرر أن تشهد العاصمة بروكسل وقفة أمام مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإدانة جرائم النظام الإيراني. وسط ذلك اعتمد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 415 صوتا قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية المشروعة والسلمية ضد النظام الإيراني القمعي والفاسد، داعيا إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان. لكن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس اعتبر أنه بدفاعنا عن الإيرانيين نريد أن نوضح لهم أنهم ليسوا هدف لعقوباتنا بل النظام. وفي سياق آخر توقعت الخارجية الأمريكية أن تقرر إدارة ترامب الجمعة ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات على إيران وفقا لما نص عليه الاتفاق النووي. في الشأن السوري، كشف رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف نصر الحريري أن جولة جديدة من المباحثات ستعقد في 21 من كانون الثاني الجاري في جنيف وتستمر ل3 أيام. إلى ذلك طالبت تركيا كلا من روسيا وإيران بوقف هجوم النظام السوري في إدلب، في وقت أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الأسد قتلت ما لا يقل عن 85 مدنيا في الغوطة الشرقية المحاصرة.
الاتفاق التركي الروسي الإيراني الضامن لاتفاق خفض التصعيد دخل مرحلة حرجة مع ارتفاع النبرة التركية الرافضة لتصعيد قوات النظام السوري والطيران الحربي الروسي القصف على مناطق ريفي إدلب وحماة والتي تدخل ضمن مناطق خفض التصعيد. وزير الخارجية التركية مولود شاويش أوغلو أعلن أنه على روسيا وإيران تنفيذ واجباتهما ومنع هجمات قوات النظام السوري في محافظة إدلب، مشيرا إلى أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث من دون دعمهما. وتبع أوغلو أن أنقرة ستعقد اجتماعا بشأن سوريا مع الدول المتفقة مع التوجهات التركية بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية والتي تستضيف مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر أواخر الشهر الحالي. ميدانيا اقتربت قوات النظام السوري مع الميليشيات الموالية لها من مطار أبو الظهور العسكري بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وباتت على مقربة 5 كيلومترات تقريبا، وذلك بعد 3 أشهر من الهجوم العنيف الذي شنته في ريف إدلب والذي أدى إلى حركة نزوح كبيرة من الريف. وفي الغوطة الشرقية تمكن الدفاع المدني السوري من انتشال رضيع حي من تحت الأنقاض نتيجة الغارات الجوية المستمرة للمقاتلات الروسية والتابعة للنظام، التي حصدت في الساعات الماضية أكثر من 25 قتيلا نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي العنيف وغارات الطائرات الحربية. ماذا يجري في قاعدة حميميم ومن الجهة التي هاجمتها لمرتين متتاليتين؟ صحيفة الواشنطن بوست أجابت عن هذين السؤالين. هجومان في أقل من أسبوع على قاعدة حميميم الروسية في سوريا لم تتبنى أي جهة المسؤولية عنهما حتى الآن، ما طرح جملة من الأسئلة. روسيا المعني الأول بالهجوم تبدو في حال من الضياع، فبعدما أعلنت أنها تصدت للهجوم الأول اضطرت لتأكيد العملية وسقوط قتلى بعدما كشفت صحيفة كوميرسنت الروسية عنها، إلا أنها حاولت التخفيف من أهميتها. وسارعت وزارة الدفاع الروسية إلى اتهام واشنطن بأنها وفرت تكنولوجيا الطائرات من دون طيار للمنفذين، وتحدثت عن تحليق طائرة استطلاع أمريكية فوق سوريا لحظة وقوع الهجوم، الأمر الذي نفته واشنطن بشدة. صحيفة الواشنطن بوست سألت في تقرير عن الجهة المسؤولة عن هجوم نحو 13 طائرة من دون طيار على قاعدة حميميم التي تدار منها العمليات العسكرية الروسية في سوريا. وقال ماكسيم سوخوف الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية إن القيادة الروسية ظنت أن القاعدة آمنة وفي وقت رجح أن تكون إحدى المجموعات المعارضة وراء الهجوم، إلا أنه استدرك بالقول لو أن المعارضة تقف وراءه لكانت نشرت كل شيء على الإنترنت وتباهت بفعلتها. وفيما استبعدت الصحيفة أن يكون داعش نفذ الهجوم، تحدثت عن النظرية القائلة بأن مجموعة حركة أحرار العلويين نشرت بيانا على الإنترنت حذرت فيه العلويين الداعمين لبشار الأسد من أن الهجمات أثبتت أن قبضته ليست محكمة، إلا أنها أيضا لم تتبنى الهجوم صراحة. فيما لفت ما أعلنت عنه مصادر إعلامية تابعة للمعارضة من أن قوات مدعومة إيرانيا وتتمركز في التلال القريبة من حميميم هي المسؤولة عن الهجوم، ناقلة عنها قولها إن إيران تريد إجهاض مساعي روسية إلى فرض تسوية في سوريا من شأنها أن تقوض المصالح الإيرانية. والآن تذكرهم بالعناوين. بيكون في نوايا مبيتة عند البعض لتأجيل أو تطير الانتخابات النيابية. الانتخابات عنوان جديد للاشتباك السياسي بين بعبدة وعين التينة. بده يضغطوا على المواطنين، بده يعرف مين اللي عم بيصوت وكيف عم بيصوت. استقرار اللي أرسل الرئيس سعد الحريري بالبلد هو اللي بدنا نحافظ عليه. أحمد الحريري يعلن عن عنوان معركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المقبلة. رغم القمع الإيرانيون يواصلون الاحتجاجات ومطالبة دولية بمحاكمة المسؤولين عن وفاة المعتقلين. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.